هاي يا دكتور، حضرتك كنت فين؟ انا جيت ما لقيتش العربيه، قلقت عليكي. زهقت شويه قلت اتمشى بالعربيه. تعالى اتفضل. اول مره اخد بالي ان بيتنا كبير قوي كده. زي دلوقتي كانت غاده تبقى قاعده هنا هي وصاحبتها مشغلين مزيكا عاليه وانا بزهق لهم. مش متخيله اللي حصل لغاده ولا رد فعل صبري. اللي بيعمله صبري ده خيانه ليه. سيبني لوحدي ما عنديش حد. سابلك فلوس يا دكتوره؟ عندك ساره؟ انا عايزه عيلتي، عايزه جوزي يتمتع معاه بفلوسي، عايزه بنتي اسيب لها ثروتي. ما حدش بياخد معاه حاجه مهما كانت قيمتها. بس الغنى احسن كتير من الفقر. نفسك بحلم. ونلتقي في الدرس القادم ان شاء الله. ادي الظرف ده للشيخة بالفطور. حاضر يا فندم. يا خينة، نعم. ايه ده؟ نقطة بحر. بس ده كتير قوي. النقطة مش هتنقص البحر يا مولانا. يا سيدي جزاك الله كل خير. أظنش إن ربنا هيجزيني خير أبدا. أعوذ بالله، ليه كده؟ ما تيأسش من رحمة ربنا. أنا عملت حاجات وحشة كتير، حاجات ما تتقالش يا مولانا. مش ممكن ربنا يغفر. ده مش صحيح. ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. المهم تكون توبتك مخلصة لله وتلتزم بيها. ربنا ما بعتش الرسل والأنبياء لإدانة البشر وعقابهم، لكن علشان يهدوهم وينقذوهم. في ناس مش ممكن إنقاذها مولانا. مين اللي زرع البذرة دي في عقلك؟ وسعت رحمته كل شيء. باب التوبة مفتوح لحد ما تطلع الشمس من مغربها. لو عايز تقرب من ربنا هيقرب لك وياخد بيدك. توقع سلسلة من الجرائم بالشكل ده. متهيألي ده واحد ومالوش شركة، مش كده؟ واضح من طريقته. فيها حس فردي. واستعراض واضح. يعني سايكو، صباح السايكابا. بس تفتكر ايه الدافع اللي يخلي واحد زي ده يعمل اللي بيعمله؟ مش عارف، بس اكيد عنده دافع، ودافع قوي كمان. انتماء سياسي، مشكله نفسيه قلبت حياته، ودي طريقته للخروج منها. جايز. عمر باشا، الصحفيه بره متعصبه وبتضغط. دخلها. تمام يا فندم. اقدر اعرف انا هنا ليه؟ طب ما فيش سلام عليكم حتى؟ ماشي. عربيتك استخدمت في جريمة قتل. وانا ما خرجتش من الجورنال طول اليوم. احنا عارفين انك ما خرجتيش. وبعدين انا ما اتهمتكيش بحاجة. حلو قوي، يبقى تسيبني اروح، لان انا مش هعرف اساعدك. او بمعنى صح يعني انا ما اعرفش حاجة عشان اقولها لك. احنا عندنا جريمتين قتل. ده شغلك انت. انا بقى مش فاضية. وبعدين عندي سفرية بعد كام ساعة. انت مش هتروح اي حتة من غير موافقة. لا ما هو اصل انا مش مسؤوله ان في واحد معتوه سرق عربيتي وعمل بيها مصيبه. دي مش مشكلتي. لا دي مشكلتك، ومشكلتك كمان اللي لقيناها في شنطه ايدك. يا باشا ده استعمال شخصي. لا ده جدول، يعني ممنوع، يعني ممكن نعمل لك قضيه. يا باشا والله العظيم قضيت ليله زي الزفت. ارجوك ما تضغطش عليا.
انا عايز اعرف هو اختار عربيتك انت بالذات ليه. والله ما اعرف. يبقى نفكر سوا ومن غير كلام ملوش لازمه. فين يا بنت انت الحركات؟ حركات انت تستهبلي. بقول لك ايه، ما هو ما فيش حراميه هنا غيرك. بقول لك انا مش حراميه ولم نفسك احسن لي. طب بقول لك ايه، وحياه امك لا تطلعها مني. انا لازم اخرجك. اوعي يا بنت انت تستهبلي. يلا يا معفنه اراد السكون. انا اللي جبتك لحد ده. يبقى حق ربنا ان انا اشيلك. وانا مش عايزاك تغرقي لوحدك يا شهير. ولو اتكلمتي هتكلم انا كمان. انت يا بنت اتهبلتي؟ انت تخلصي تسمعي الكلام وبس. لا مش هخرس يا شهيره. صوتكوا عالي ليه يا موزس؟ وانت مالي اهلك يا مرا انت؟ الله الله الله، وليه بقى طولت اللسان دي ان شاء الله؟ عشان انت حشمه. وانت لمه يا بنت، ده انا اعرفكم من وسط الف. بصي بقى، انا مقضيه ليله سودا، ولو حظك وحش طول عمرك مش هتعرفي تشيلي نص الهم اللي انا شايلاه على كتافي. ما عنديش حاجه اخاف عليها، ابعدي عني. فهمتي ولا عيدوا؟ قوري. طمنيني عليكي. انا كويسه يا عمر الحمد لله. مش عايزك تخافي، لو حسيت باي حاجه مش طبيعيه كلميني. عمر. نعم. سوري انا اسفه، انا كنت قليله الذوق النهارده، بس اصلا كان يوم صعب جدا. بس انا مش زعلان منك. بس انا زعلانه من نفسي. عمر انت معايا؟ ايوه يا ليلى. خدي بالك من نفسك. جودي، جودي، مالك يا حبيبي؟ تعبانة أوي يا بابا. تعبانة حاسة بإيه؟ بطني بتوجعني أوي يا بابا. بطنك بتوجعك؟ طيب تعالي نروح للدكتور. ما تخليها ماكدونالدز يا ناصر. ماكدونالدز؟ عملتيها فيها يا بنت العفاريت برضو، مش هتبطلي؟ خلي عندك رحلة يا ليلى، اعترف انك شربتها. بعترف اني شربتها يا ست معايا، بس اوعدك اني هردها لك قريب قوي. جدي اذاعتنا اذاعه شبابيه 100% عصريه فنيه ورياضية. إذاعتنا إذاعة الشرق الأوسط. اتأخرت قوي كده ليه؟ جريمتين قتل على الصبح. يا ساتر يا رب. ما عادش دقيقة واحدة من ساعة ما خرجت من البيت. عديت على جودي؟ آه. كلمت معاها؟ لا، لقيتها نايمة. لقيتها نايمة؟ إيه؟ فعلاً لقيتها نايمة؟ ايوه عايده، لقيتها نايمه. والله كويس، دي ما بتنامش خالص طول الليل سهرانه على النت. انا قلقان عليها قوي يا ناصر من المواقع اللي بتدخل عليها دي. انا خايفه لحد يضحك عليها، البنت لسه صغيره. مواقع؟ مواقع ايه انت هتقلقيني ليه بقى؟ امال عايده عايزه نصيحتي، ما تدخلنيش انا خالص في الحوار ده. سايسيها على قد ما تقدري، مش لازم البنت تحس ان احنا الاثنين واقفين ضدها. ناصر انزل لي دلوقتي. انزل فين يا عم؟ تعرف الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 3 وربع، يعني عاده الناس بتنام في الوقت ده. اسمع بس، اذاعه الشرق الاوسط ذاعوا من دقيقه اعلان عن فقرات وبرامج المحطه. عادي يعني، مش بدعه، كل المحطات بتعمل كده. يا عم ركز، صوت المذيع في الاعلان نفس الصوت اللي على السي دي. ايه؟ معقوله؟ مش يمكن تكبر الموضوع وشاغل دماغك اكتر من اللازم؟
انت شايف الموضوع مش كبير يعني؟ لازم نتأكد من الموضوع ده. طيب ماشي، بكرة الصبح أول حاجة نعملها نهد. دلوقتي. دلوقتي؟ بقول لك دلوقتي. أوامر يا عمر بيه، أوامرك. انت هتنزل تاني؟ ايوه ليلى، انا بعتذر على دخول البيت من غير اذن. انت عايز ايه؟ مفيش، نبقى اصحاب ونتعاون سوا، حاجة بسيطة يعني. انا مش هتعاون مع مجرم. لو رياحك تقول عليا مجرم انا ما عنديش مانع. عندك تفسير للقتل غير انه اجرام؟ اللي بيغني في الحمام محدش بيسمعه، عشان صوته يوصل للناس لازم يغني في حفله. صوتك وحش، محدش عايز يسمعه. ابقى عملت اللي عليا. مشكلتنا ان كلنا بنشوف الظلم ونلعنه بس محدش بيقاومه. بالعنف؟ بالقتل؟ لا، بالعدل. دي فلسفه انا مش قادره افهمها. لانك مش شايفه الحقيقه كامله. حقيقه ايه؟ ان في ناس فوق القانون. عمر مثلا عندك شك انه مذنب؟ انت نفسك خسرتي قضيتك قدامه. ممكن تدخل في الموضوع؟ عايزك تقربي لعمر وتقولي لي كل اخباره. عمر قدم استقالته ومش هينفعك. لا هينفعني، عمر مش هيسيب الخدمه. وما تسالينيش ليه. وانا مش ممكن اعمل كده، اخلاقي ما تسمحليش. يا ليلى، الظروف بتكبر البني آدم يعمل حاجات ما كانش يفتكر إنه يعملها. وأنا ما عنديش حاجة تكبرني. عندك ابنك. أنا عارف كل حاجة عنك يا ليلى، وعن طليقك وعن ابنك حمادة، وعارف إنه بيت الليلة عند أبوه 9 شارع عدن في المهندسين، الدور الرابع شقة 8. شفتي بقى إن في حاجات تكبرك تتعاوني معايا يا ليلى؟ مالكش دعوة بابني خالص. ابني بره الموضوع، أنت فاهم؟ هو نفس الصوت يا ايمن؟ شور. يعني مفيش اي احتمال نكون غلطانين؟ نسبه الخطا زيرو، وبعد كده في تطابق كامل ما بين الصوتين. على فكره ده مش رايي، ده راي جهاز. اوكي. هو نفس الصوت يا عمر، عملت ايه؟ ايمن مذيع في الشرق الاوسط 35 سنه، من منطقه الملك الصالح. مراته وابنه ماتوا في حادثه عربيه. واللي قتلهم هرب وما وقفش يساعدهم. ايوه، يعني جايز جدا ده يكون دافع. بالظبط. المسؤول على الامن في الاذاعه بيقول ان تصرفاته بقت عدوانيه بعد الحادثه، ولولا انهم كانوا متفاهمين لظروفه وكانوا فصلوها. طب احنا مستنيين ايه؟ لازم نروح له فورا. الاخوات بتجهز وبعدين نتحرك. طيب ليلى، في ايه يا ليلى؟ ماما تعملي ايه هنا؟ وحشتني، جيت اشوفك. عايزه حضن بقى. في ايه يا ليلى؟ مالك؟ جاي اشوف ابني الساعه 4 الفجر. على العموم ده بيتك، وبالرغم ان ده اليوم الوحيد اللي انا بشوفه فيه في الاسبوع، انا ما عنديش مانع اني اروح معاكي. انا عايزه افضل معاكم انتوا الاثنين. هتجيبيه بكره من المدرسه ولا انا اللي هجيبه؟ انا عندي رحله بكره مع المدرسه. رايحين فين؟ رايحين القلعه. هترجعوا في ميعاد المدرسه؟ ايوه. طب بكلمني يا معتصم نرتب مع بعض. طب ايه رايك نتغدى بكره سوا احنا الثلاثه؟ عندي شغل. يلا يا حبيبي، أنا لازم أمشي. ليلى، أنت إيه اللي ملخبط كيانك؟ يا ترى في حد جديد؟ أنت عارف إن مفيش حد. لا، معرفش عنك حاجة من يوم ما اتطلقنا. ومش المفروض تعرف، إحنا بقالنا أكتر من سنة مش عايشين مع بعض. واضح إنك فهمتيني غلط. بقولك إيه يا معتصم؟ أنا منمتش دقيقة واحدة طول الليل، وعندي محكمة الصبح، يعني لازم أمشي. وقت سعادتك هيسمح إمتى بالكلام؟ ما عنديش وقت مناسب للكلام ده.
رغم ان انت استقبلتني على السخان، بس انا مش هنسالك ان انت ساعدتني في اول قضيه ليه. طلعت جدع، مش خساره فيك العزومه اللي هعزمها لك. ايه رايك بقى؟ مكان جوه بسرعة. ظهر ان مفيش حد هنا. انت مين؟ اسمع مكانك، ايدك فوق. هو في ايه؟ ولا كلمة. عينك وشك من الحيط. ولا حركة. عايز اي تجاوزات، مفيش ضرب، مفيش تعذيب، مفيش تهديد، احنا ضباط مش عرباجية، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. عمر. حاضر يا فندم. عندي انا وصديقي مدير الانتاج محمد خوس. استنى لما تتكلم. مدير الانتاج استوديو صغير بنقوم فيه باعمال المونتاج والدوبلاج لافلام الكرتون والاعلانات. وفي يوم شعراوي اتصل بيا وقال لي ان في زبون كلمه وعنده شغل كويس، بس محتاج مذيع متمرس وعنده خبره. قابلت الزبون ده؟ هو بعت لي النص بالميل. لما قريت الكلام في الاول استغربته قوي، بس قلت يمكن فيلم اكشن ولا سسبنس. النص ده لسه معاك؟ لا، بس اكيد عندك الميل اللي اتبعت منه. هو احتمال يكون موجود على الميل بوكس بتاع الاستوديو، واني شك ان انا هلاقيه. ليه؟ عشان الحوار ده قديم، انا 4 سنين. استعبط، عايز نصدق الكلام ده؟ هو في ايه؟ انا هقول لك في ايه. انت لو ما اتكلمتش هفرغ الطبنجة دي في دماغك. انت والله العظيم انا قلت كل اللي اعرفه. عمر، لو ان احدكم قد جعل الله في قلبه لازاح همه وكربه ولو كان مثل هم ايوب. الله عند حسن ظن العبد طالما كان العبد حسن الظن في الله. فإياكم واليأس من رحمة الله.
الو. صباح الخير. مين معايا؟ الله. مش عيب لما تسال سؤال زي ده يا عمر بيه، ده انت ظابط مباحث قد الدنيا. عايز ايه؟ انا طبعا بعد اذنك فتحت عربيتك وحطيت في الدرج بتاع التابلو مفتاح عربيه. لو حضرتك فتحت التابلو دلوقتي هتلاقيه. لقيته عمر بيه؟ فين العربيه دي؟ هتلاقيها في جاردن سيتي جنب السفاره البريطانيه. لما توصل هناك هتعرفها من المفتاح. وفيها ايه؟ هتنبسط يا عمر بيه. سلام. الو، جات لي مكالمه نو نمبر، عايزك تجيب لي اي معلومه عنها. نوصل للنمره اللي كلمني منها المجرم. احنا ما تقدمناش خطوه واحده لغايه دلوقتي في القضيه وما نعرفش عنه اي معلومه، وواضح ان هو يعرفنا كويس. ايوه سامعك. عارف مكان العربيه؟ جوه منطقه سكنيه جنب السفاره. خليهم يخلوا المنطقه وبلغوا امن السفاره. يخلوا المنطقه وبلغوا امن السفاره. لازم نعمل استعدادنا كويس، احنا ما نعرفش العربيه دي فيها ايه. ايوه ايوه معاك. طيب طيب هكلمك بعدين. كنت فين وليه ما رديتيش على الموبايل؟ قضيت ليله زي الزفت فنمت، ما حسيتش بنفسي الصراحه. هاكر سيطر على موقع جورنال على النت، محدش من العباقره بتوعنا عارف يرجعه. وانا ايه دخلي؟ ايه ده؟ الهاكر ده نزل مجموعة من الصور، منهم الصور بتاعتك. قصة طويلة بدأت بالخطف والتهديد بالقتل وانتهت في الآخر في مديرية الأمن. ألو. صباح الخير يا جيهان. مين؟ مش مهم أنا مين، مش هيفرق خالص في أي حاجة. أنت هتقول أنت مين ولا أقفل؟ أنا اللي كنت معاك امبارح في العربية. أنا البني آدم اللي بيدور على العدل. عموما انا من قراء الجرنان بتاعكم ومعجب جدا بحملاتكم على الفساد. وعايز ايه بعد اللي عملته؟ نمد ايدينا لبعض. وانا مش ممكن امد ايدي لواحد هددني بالقتل. انا بدافع عن الحق. واحنا مش ممكن نتبنى وجهه نظر قاتل. الاستاذ كمال حسين. ايوه. انا مش طالب اكتر من عرض الحقيقه. قولينا كلام بعدين. الو الو. الموقع رجع. ايه ده؟ دي دراسه عن الغارمين والغارمات. بتقول إن عددهم بيتراوح ما بين 20-25% من إجمالي المحبوسين في السجون بسبب ديون تافهة ممكن توصل ل 100 جنيه. دول اقترضوها علشان يجهزوا بناتهم أو لظروف طارئة مروا بيها. طبعاً هم ما قدروش يسددوا الديون دي. إيه ده؟ ده بيقارن بينهم وبين اللي سرقوا تريليون دولار من البلد. محدش منهم خد يوم حبس. لا رجع جنيه واحد من الخدمة. مشيت الناس بسرعة.
يلا يا جماعه بعد اذنكم، يلا يا جماعه يلا مفيش تصوير بعد اذنكم. سياده اللواء، هو التصوير لو سمحت، لو سمحت ممكن توضيح؟ ايه اللي جاب الصحافه هنا؟ كلمه بس بعيدوا الناس دي كلها من هنا وقفلوا الشارع كله. نفذ الاوامر يا سياده النقيب. ممكن العربيه ما تكونش فيها اي حاجه، بس احنا لازم نكون مستعدين للاسوء. انت عرفت العربيه دي بتاعت مين؟ عربيه مهندس من مدينه نصر، بلغ عن سرقتها من 4 ايام. 4 ايام؟ تمام يا فندم. خبير الفرقات وصل، بقول لحضرتك انه ملاش اي حاجه. فحص العربيه من جوه؟ لا يا فندم، ما فتش العربيه خالص. طب روح انت. والعمل يلا شوف. ايه ده؟ في مين ده؟ ابراهيم سمارة. تعرفه؟ ديلر مخدرات. يلا في داهية، ارتحنا منه. حددت سبب الوفاة؟ الخنقة. في علامات حوالين الرقبة لحبل تخنه في حدود 2-3 سنتي. لقيت أي بصمات؟ الجثة اتغسلت واتنضفت، يعني مفيش وجود أي بصمات. اللي لفت نظري إن معدته فاضية، هو تقريباً ما أكلش لمدة 2 يوم أو أكتر. بس فيه آثار مخدرات. بس مش الجرعات اللي تموت يعني. يعني تخدير وتعذيب وخنق. واضح ان في غل في سلوك المجرم ده، واخد الموضوع بشكل شخصي. ايه هي الحاجه الشخصيه دي؟ لو سمحت لو سمحت لو سمحت. وايه اللي يخليه يقتل ديلر مخدرات وبعد كده يلزق جثته في جثه اشرف رمضان؟ ايه اللي يخليه يعمل كده؟ انتوا ايه، هتفضلوا ساكتين كده؟ أكيد في حاجة تربط بينه وبين أشرف رمضان يا فندم. طب إيه هي؟ ما نعرفش. وهنعرف إمتى؟ برضه ما نعرفش. ده إحنا مش عارفين حاجة خالص. طب قتلهم ليه؟ إشمعنى دول يعني اللي هيحقق بيهم العدل؟ ما نعرفش. أنا لو اتجننت وقتلت شخص عشان أحقق العدل، لا يمكن اقتل دول شخصيات تافهه. 2 في 1 يساوي 0. 2 في 1 يساوي 0. مخناص الغاز. شخصيتين تافهين في جسم واحد ما يساووش حاجه. ده تفسير المعادله يا باشا. هو تفسير منطقي، بس ايه علاقتهم ببعض؟ احنا ما عندناش اي اجابات. والاعلام دخل على الخط وهيسال، واحنا ما فيش حاجه نقدر نقولها، والناس هتتابع خيبتنا. احنا مؤقتا يا فندم لازم نمنع النشر. ده قرار النائب العام مش قرارنا. ادخل. صباح الخير يا باشا. صباح الخير يا سيدي. في حاجه حضرتك لازم تشوفها. ايمن قول على طول وخلصني، انا مش ناقص. ها مش عايز لف ودوران، قول. سيدي نزل على النت. بلدنا ممكن تبقى اجمل بلد في الدنيا، بشرط ان كل مجرم ياخد جزاءه وما يفلتش بجريمته. الجثتين اللي عندكم دول مجرد بدايه. للاسف الموضوع انتشر يا فندم. بيلعب بمشاعر الناس. سلامته عايز يبقى بطل، بس ورحمه امي ما انا سايبه. ايوه يا باشا، بس في ناس كتير متعاطفه معاه. ده طبيعي. ايه هو اللي طبيعي؟ دول عايزينها فوضى. عايزين العدل. عدل ايه اللي عاوزينه؟ بقول لك ايه يا عمر؟ لقطني بسكاتك واحتفظ بارائك دي لنفسك. صحفيه جيهان محمود كاتبه مقال على موقع الانترنت بتشبهه بادم الشراوي وبتربط بينه وبين مسلسل البراءات. وهم دول اللي عايزين يخربوها، بيهيجوا الناس، والناس مش فاهمه حاجه خالص، واحنا كمان مش فاهمين حاجه. بس احنا بالذات بقى لازم نفهم. لازم. دي مهمه ناصر، انا اخري معاكم النهارده يا اخي. فلقتني والله العظيم، فلقتني. واحنا في ايه ولا في ايه؟ ما تكبر شويه يا اسا عمر. الله، مش كفايه الهم اللي احنا غرقانين فيه ده؟ انا بفكر مع عليك. انا مش ناسي، بس عندي 2 اتقتلوا، ولازم اعرف مين اللي قتلهم وقتلهم ليه. الاتنين اللي اتقتلوا دول ما اتقتلوش بالصدفه، لا، ده القاتل اختارهم بالقصد. ايوه بالقصد. هما ما عرفوهوش، لكن هو أكيد يعرفهم،
ولسه عنده قائمة انتظار طويلة. أنا قلقانة من إصرارك إني آجي النهاردة الجلسة. غيابك عن الجلسة هيأكد الاتهام ويضعف موقفك، وإحنا أصحاب حق. حق؟ هو لسه في حق بينتصر اليومين دول؟ أنا عايزاكي تتفائلي يا مريم. أنا لو أخدت حكم هيقبضوا عليا ويرحلوني على السجن. أنا مقدرة قلقك، بس أنا متفائلة بالبراءة إن شاء الله. ألو؟ أيوة يا ليلى، أنت فين؟ أنا في المحكمة. وأنا في مكان رائع، قلعة صلاح الدين. بلدنا جميلة قوي وفيها أماكن كتير حلوة. أنا بحب العمارة الإسلامية أصلا. أستاذة ليلى!